من جديد نرحب بكم مشاهدينا ونتحاور حول الذكاء في الإدارة الذاتية، وهذه الحلقة حول معلوماتية كاملة عن اكتشاف الذات والروحانيات بفكر معلوماتي. في الفقرة السابقة طارق خان من الهند قال لنا ان روحانية هي عبارة عن معلوماتية خاصة بداخلك او اي تي خاص بالروحانيات اللي بداخلك. محمد مصباح خبير تكنولوجيا الإدارة ماذا يقول عن الذكاء في الإدارة الذاتية؟ مرحبا بك. اهلا بك يا احمد. الموضوع انترستنج لان هو خاص بتطوير النفس. فتطوير النفس دايما انت قلت محتاج تخطيط ومحتاج ذكاء. دايما كده بسأل الناس الاول، انت عايز تكون من 20% ولا 80%؟ فالسؤال بيفاجئهم فيقول لي ايه 20% وايه 80%؟ فقول لهم ان العالم كله فكره 80-20 او 20-80 دي بتطبق. للاسف ما بيكونش واضحه قوي. 20% من الناس في الاشغال بينجحوا وبياخدوا 80% من الانكم او الدخل. اوكي، و 80% بيشتغلوا وبياخدوا 20% فقط. السؤال ازاي بالظبط انت عايز تعملها ازاي؟ اول حاجه ببساطه شديده جدا انا بسميها مرحله التشويش. يعني ايه مرحله التشويش؟ ان في ناس كتيره جدا في حياتهم ما بيكونش عنده خطه لحياته الشخصيه. احنا قلنا بقى ما فيش ذهن صافي في الفقره اللي فاتت استفدنا من كده، ولازم ان هو يقعد ويركز ولازم ان هو يفكر كويس قوي. ليه؟ لان ببساطه شديده انت لازم يكون عندك خطه. الخطه دي ممكن تقعد 4-5 سنين وهي مشوشه، ممكن تعيش وتسيب الدنيا وهي مشوشه. ازاي؟ انت مش عارف انت عايز ايه. انت طول الوقت مشتت بين حاجتين، طب اشتغل لمحاسب ولا في التسويق، طب الشخص ده مناسب ليا ولا الشخص ده مناسب ليا، طب انا المفروض اقعد في مصر ولا هاجر. خد قرار. الناس اللي بينجحوا في حياتهم مش شرط يكون قرارهم صح. باي ذا واي، الناس اللي بينجحوا في حياتهم وبيعملوا خطه بيخلوا قرارهم صح. طيب انا عاوز اروح معاك لبوينتس. ازاي اروح لذكاء في ادارتي الذاتيه بحيث ان ابقى شخص يعني صارم مع نفسي، أول حاجة محدد مع نفسي؟ اول حاجه بنقول عليها كلاريتي اند كونسنتريشن. لازم تصفي تفكيرك ولازم تحدد وتركز. ازاي؟ النهارده لازم تكون عندك خطه قويه جدا وتمشي فيها. اول حاجه انت بتفكر تقعد في مصر ولا تسيب مصر؟ خد قرار. لو قعدت في مصر امشي فيه، لو مشيت بره مصر ابدا التجربه وما ترجعش فيها. طيب انت محتاج ان انت تكمل حياتك ان انت متجوز ولا محتاج تكمل حياتك ان انت سنجل؟ لا، خد قرار. وايا كان القرار ابدا طوعه خدماتك. احنا عندنا مشكله دي كبيره جدا. عارف ليه ما بيتمش ده؟ لانه بيبقى خايف من تبعات القرار، فبيفضل فتره طويله جدا جدا سايبها عايمه زي ما بيقول. فان انت سايبها عايمه دي بتامباكت يو نيجاتيف، بتاثر عليك بشكل سلبي جدا، لانك انت في وسط الطريق وانت طول في وسط الطريق عمرك ما توصل لاي حاجه. فاول حاجه ان انت لازم تفكر بهذا الشكل، شوف انت محتاج ايه. وانس ان انت قررت حاجه كل تفكيرك وتركيزك هيكون ليها. هديك مثال بسيط قوي لكيفيه التطبيق ده بقى عشان تدير نفسك ذاتيه. ان انت النهارده لما بتحط قرار، لو وصلت مرحله لاتخاذ القرار، كل يوم اكتب الصبح القرارات اللي انت خدتها في حياتك، 1-2-3-4-5، اكتبهم في ورق. وبعد ده هياخد منك من 3-5 دقايق ماكسيموم. ارجع البيت بالليل اعمل اناليسيس بسيطه قوي. هات الموبايل بتاعك كده، والناس كلها معايا سمارت فون النهارده، شوف انت استخدمت الانترنت بتاعك في ايه. هتلاقي مخزي جدا للاسف، لانك دخلت في حاجات مالهاش اي دعوه، مالهاش اي علاقه بالقرار بتاعك. طيب ابدا اسال نفسك الاكتيفيتي اللي انا عملتها النهارده دي، هل هي بتادي لاتخاذ القرار ولا؟ يعني فور اكزامبل انا رحت مشوار معين، هل المشوار ده بيوصلني للهدف ده ولا لا؟ ابدا ان انت حط الاكتيفيتي دي قدامك. بكره هتلاقي ان في حاجات. اديك مثال ببساطه شديده جدا. واحد النهارده بيفكر ان هو يدور على شغل، ويجي تمسك الموبايل بتاعه تشوف كده، هتلاقي ان الاكتيفيتيز بتاعته كلها ما شاء الله بنترست وفيسبوك وتويتر ويوي، مع انك وانت دخلت على لينكد ان بنسبه 2% من وقتك. ده مش مركز، ما فيش فيها كونسنتريشن. انت مركز ان انت تضيع وقتك في السوشيال ميديا، مش في مجالك اصلا، مش بتوصلك لهدفك. فاول حاجه خد القرار ايا كان هو القرار، ولو غلط هتصلحه ما فيش مشكله. تاني حاجه اعمل دايري، اكتب الهدف كل يوم وارجع بالليل. طب الاكتيفيتيز الحاجات اللي انا حطيتها النهارده دي، هل هتوصلك هل توصلني الهدف بتاعي ولا لا؟ هل انا هكون من 80% اللي في الحياه ولا لا؟ ولا انا هكون من 20%؟ لازم اكون في 20%، مش لازم اكون من 80%. تبدا انت تحط تكنيكس ده. لو بدات انت ده هتلاقي كل العوامل الخارجيه بتساعدك ان انت توصل لده. حاجه اخطر من كده، خلي دايما الاتاكمنت بتاعتك لناس بوزيتيف، لازم تكون متصل بناس ايجابيين. دي مهمه جدا جدا، والايجابيه في حياتنا ان احنا مهما حتى لو نفس الشخص مختلف معاه، لا خليني في الايجابي اللي معاه. يعني ما احكمش على حد انه ايه بطريقه سلبيه او مكان او شيء، يعني اي حاجه من الحاجات دي.
بعد اتخاذك ببساطه شديده جدا قرارك بالاتجاه للناس السلبيين هو قانون الانجذاب، الانجذاب اللي اتكلمنا عليه قبل كده. كل تفكيراتك هتكون سلبيه في الحياه، لكن كل ما تتصل بناس ايجابيين وتعرف قصه نجاحهم وتعرف عاملوا ازاي ووصلوا ازاي، كل ما يكون تفكير ايجابي. في حاجه خطيره جدا ودي اصعب حاجه في الموضوع بنسميها السيلف ديسيبلين، السيطره على الندوات والرغبات الشخصيه. مهمه جدا. النهارده انت النهارده عشان تدير نفسك، انت النهارده بتفكر انت تنجح في حاجه معينه، وانت حياتك كلها بتضرب بشكل مختلف، بس انت ما بتتخلاش على الحاجه. دايما يقول لك they are going to easy and lovely things، انت بتروح الحاجه اللي انت بتحبها. لكن لو انت رحت للهارد things والتف انت هتنجح ببساطه شديده. اقلاعك عن التدخين مش بدين نفسك ذاتيا، فين قدرتك الشخصيه على الاداء ده؟ فين ايجاد الدوافع جواك؟ خد بالك من حاجه، هرجع لنفس البوينت، لو ما عندكش هدف او حلم ببساطه شديده جدا، لو ما فيش هدف او حلم ما فيش موتيفيشن يا احمد، يعني ما فيش تشجيع ان انت تحقق ده، ما فيش حاجه انت شايفها. لو انت مش شايف نهايه الطريق خلاص ما فيش اي نوع من التشجيع، هتصاب بالخمول والزهق والاضطراب لانك ما فيش حاجه. يو دونت نو ذا رود، انت مش عارف الطريق بتاعك واصل لفين، فبالتالي كميه احباط وهميه بتجيلك لانك مش شايف نهايه الطريق. فلازم يكون في طريق عشان يكون في تشجيع للطرق للطريق. لما اجي اقول لك، لما اجي تقول لي النهارده يا محمد انت بعد ما هتمشي المشوار ده هتلاقي فوت اوف باسكت مثلا او وات ايفر، حاجه انت بتحبها، هيبقى في دافع. لكن لو ما فيش دافع اصلا انت بتسعى، طب ما تنجح ازاي؟ ده مهم جدا. ازاي تقدر تتحكم في قدراتك في رغباتك الشخصيه؟ النهارده انت كنت متعود ان انت كل يوم تسهر لغايه الساعه 2 3، لا حياتك المفروض تختلف، هتنام الساعه 10، هتنام الساعه 11، هل انت قادر على تحقيق ده؟ ده مش سهل، اللي هو الاراده الشخصيه دي، الاراده الصلبه دي بالظبط. عمر انسان لو بنتكلم على تدير نفسك شخصيا، الحاجات النيجاتيف في حياتك لازم نبطلها، لازم نوقفها، والا النجاح مش هيتحقق، هتكون من ضمن ال 80%. ال 80% من الناس اللي ما بينجحوش في حياتهم او بيكون نجاحهم النجاح الطبيعي اللي ما بيحققلهمش السعاده في الحياه. مهم جدا ان هدفك يكون مربوط بسعادتك، مش ان هو يكون بس هدفه وخلاص، لا لازم يكون مربوط برغباتك بالاحتياجات بتاعتك. هو التعرف على النفس اللي احنا قلناه، التعرف على النفس حاجه خطيره. عنصر الوقت انا ما بسموهش تايم مانجمنت خالص، انا بسميه لايف مانجمنت. اداره عن حياتك هي اداره وقتك. انت النهارده لما بتصحى من الصبح انت فعلا بتعمل ايه؟ انت ايه الاكتيفيتي اللي بتعملها؟ للاسف الشديد ان انا بوجه رساله وفي ناس كتيره مننا بيقعوا في الخطا ده، بيقضي معظم الوقت في حاجات ممكن تكون سلبيه، سواء كانت سوشيال ميديا او سواء كان ايفن ميديا عاديه، سواء كانت تلفزيون او او او. دايما خليك انت صانع الحدث، ما تكونش انت متفرج على الحدث، ما تقعدش تتفرج على التلفزيون، تتفرج على مسلسل العربي بترجمته التركيه بترجمته الهنديه، سو وات، هتنتج لايه؟ في الاول وفي الاخر، فين الفاليو؟ فين قيمه الوقت اللي انت استخدمته؟ مش هقول تاني تايم مانجمنت، هقول لايف مانجمنت. طول ما انت مركز ان الوقت اللي في حياتك بتستخدمه بشكل ايجابي، طول ما انت هتنجح. حساباتها بقت بسيطه، التكنولوجيا النهارده بتدينا قيم رائعه في اداره النفس. النهارده لما اجي ابص، انا النهارده لما اجي ابص على استخدامي الانترنت في الموبايل بتاعي بعد كل شهر، مش لازم يكون طول الوقت فيسبوك. طب فين مواقع السيرش؟ فين مواقع البيزنس؟ فين مواقع الجروث؟ فين مواقع التنميه البشريه؟ ايه لما تيجي تخش على يوتيوب، خش على الهيستوري. ارجوك يعني انا بانكارج او بشجع كل واحد النهارده يخش كده على اليوتيوب بتاعي، يخش على الهيستوري، هيلاقي ان اللي اتفرج عليه كله له قيمه، له احيان كتيره جدا. الا الناس اللي بتنجح في حياتها، اتفرج على حاجاته على البيرسونال ديفلوبمنت، عن التنميه الشخصيه، اتفرج على حاجات عن الدين، اتفرج على حاجات عن تطوير النفس، عن تطوير المجتمعات، عن التكنولوجيا وصلت فين، مش ان انت قاعد تتفرج على الخناقه بالناس او ميديا. كل ده انا هرجع اقول ان السيلف ديسيبلين، السيطرة على الندوات الشخصية والرغبات الشخصية، هي السبب الأساسي في النجاح. هيتبادر للناس اللي بيتفرجوا سؤال خطير، يقول لك طب ما الناس في أوروبا وفي أمريكا بيستمتعوا في حياتهم وبيشربوا الكحول وي وي وي. أنا آسف، أنت بتشوف الجزء الصغير قوي من حياتهم. هم بيعملوا ده، أنا معاك، بس بيعملوا ده إمتى؟ في الويك إند. ده بالنسبة لهم السليبريشن تايم، وقت الاحتفال عشان يقدر يرجع لحياته. ايا كان تتفق او تقترب معاه، دي قصه ثانيه مش ماليش علاقه بيها، بس انا بتكلم انت النهارده شفته سابته حد، طب ما تشوفه من 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 الحد لغايه يوم ال عمل ايه؟ بالظبط عمل يوم ايه؟ كل الاسبكت او المعايير دي الانسان عشان يقدر يدير نفسه لازم ان هو يفكر فيها. اشكرك شكرا جزيلا محمد مصباح، متخصص تكنولوجيا الاداره، في كبسولات وطلقات سريعه اديت لنا اضاءات مهمه في هذا. اشكرك جدا يا احمد، شكرا جزيلا. مشاهدينا دائما اي تي شو يحلق خارج الصندوق بضيوف خارج الصندوق وافكار خارج الصندوق. من فريق عمل البرنامج تحيه لكم.
على رأسهم المخرج المنفذ محمد شعبان، وكان معكم أحمد يوسف. إلى اللقاء.